النهاردة يا إخواني هنتكلم في برنامج حكاوي الفتاوي، هنطرح موضوع غاية في الأهمية، إن المرأة يحل لها تشغيل جهاز التكييف في حضور زوجها فقط ويتحرم عليها تدوير التكييف في غياب بعلها مهما كانت درجة الحرارة. وده استنادا للمبدأ التشريعي إن المرأة ما تتكيفش إلا مع جوزها. المرأة إيه؟ ما تتكيفش إلا مع مين؟ مع جوزها. برافو عليك. هذا البرنامج يا إخواني يأتيكم برعاية بيج إير للتكييف الشرعي.